اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. زي ما عودنا حضراتكم في اسرار الحياه بنتعلم ونستفيد من خبرات واسرار الضيف الموجود معانا النهارده. النهارده موجود معانا استاذه مي حسن، خبيره الفاشون والموضه على السوشيال ميديا. هنتكلم الحلقه بتاعتنا النهارده هتتكلم عن الشغل الاونلاين في ظل ازمه كورونا. طبعا احنا عارفين ان الشغل الاونلاين دلوقتي بقى احسن بكتير من الشغل العادي، وخصوصا في الفتره اللي احنا موجودين فيها بسبب فيروس كورونا. هنتعلم منها كل حاجه، ايه اسرار الفاشون، ايه الحاجات اللي هي تنصحنا ان احنا نستعملها، وحاجات تانية كتير. كل دوت مع الاستاذه مي حسن. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه مي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه ايه. استاذه مي، طبعا احنا عارفين ان الشغل الاونلاين بيه في كله، يعني حتى التدريس بيه اونلاين، فعاوزين نفهم من حضرتك ازاي نشتغل اونلاين وايه هو الشغل اونلاين. وقبل ما نفهم من حضرتك ازاي نشتغل اونلاين، نتعرف بحضرتك الاول. اسمي مي حسن، شغاله سيده اعمال في مجال الفاشن والموضه بقالي حوالي 5 سنين في المجال ده تحديدا، بس انا قبلها بثمان سنين كنت ببتدي خطوات كده. يعني تشرفنا بيكي يا استاذه. اهلا بيكي. عايزين نفهم بقى من حضرتك ازاي نشتغل اونلاين وايه هو الشغل الاونلاين اساسا. هو الشغل الاونلاين هو دلوقتي محتل المركز الاول يعتبر في مصر والعالم العربي كله، في الدول كلها يعني. فالشغل الاونلاين يعني محتاج حد يكون عنده الاول موهبه او احساس بالحاجه اللي هو هيشتغل فيها. يعني مش اي حد يشتغل في الموضوع؟ لا، لازم يكون هو الاول، مش شرط عنده خبره في الموضوع الاونلاين نفسه، بس هو عنده موهبه في الحاجه اللي بيشتغل فيها، يكون فاهم فيها. يعني انا قبل ما اشتغل اونلاين، قبلها ب9 سنين او 8 سنين تقريبا، كان عندي صفحات كبيره في مجال الفاشن، كانت بتعرض ازياء، كانت صفحات 5 مليون. تمام. يعني كانت تقريبا من اشهر الصفحات على السوشيال ميديا، كان اسمها موضه ومجله موضه. بس هما يعني بعد كده بعد فتره وقفوا تمام من الفيسبوك. تمام. فبعدها انا بدات اخد الفكره، لان انا كنت بحب الحاجه دي، بدات ارسخها على الواقع، خصوصا ان كانوا الفانز بتوعي اللي متابعين كانوا معجبين بالموديلات بتاعتي جدا وبالحاجات الازياء اللي انا بنزلها، فحسيت ان انا قادره اديهم ذوق كويس. حبيتي المجال ده يا استاذه مي؟ جدا حبيت. هو مجال جميل اساسا. طيب بلاقي نفسي فيه جدا. استاذه مي، مين اللي شجع حضرتك وقف جنبك طبعا في الفتره دي؟ هي والدتي. طب وقفت جنبي جامد. نسمع بقى وقفت مع حضرتك ازاي. يعني هو انا في الاول الفكره ما كانتش من حد، يعني كانت من عندي انا، من الصفحات جات لي من الفانز بتوعي. اتشجعت لما هما بقى يقولوا واو ذوقك حلو ومش عارفه ايه، بقيت الاقي كومنتات حلوه جدا، فحسيت ان الستايل بتاعك مختلف. فحسيت ان هما مبهورين. زمان من حضرتك ايه الشغل اللي بتقدميه على السوشيال ميديا؟ بقدم ازياء عباره عن يعني كل حاجه تخص الست عموما، بس بداتها تدريجيا بيجامات، بعد كده بقى حاليا بطور شويه لسه. فاهماني؟ بس كده. تمام يا حبيبتي. استاذه مي، الشغل الاونلاين بيوجد عليه تفاعل اكتر وخصوصا في الفتره اللي احنا فيها ديت؟ بكتير. طب ازاي بقى؟ يعني هو الشغل الاونلاين عموما عليه تفاعل. لما بدات ازمه الكورونا الشغل الاونلاين جه عليه دروب شويه. من خوف الناس ان هم يشتروا حاجه ما يعني من مكان خارجي. تمام. خايفين يمسكوها او يلمسوها. فبدانا احنا تدريجيا نعزز الثقه دي عند الناس، انه انتوا هتستلموا حاجه كواليتي عالي، نظيفه، متقفله كويس، المندوب اللي هيوصل لكم الاوردر متعقمه. والمندوب اللي هيوصل لكم الاوردر لابس كمامه وجوانتي ومتعقم. فكل حاجه، وبيسلم الحاجه بمسافه بينه وبين العميل. فبدانا نامن العميل تدريجيا، بدا خلاص هو رقم 1 في الوقت الحالي. تمام. يعني هو بقى نمبر 1 في الوقت الحالي للشغل الاونلاين. استاذه مي، من وجهه نظر حضرتك ازاي نشتغل اونلاين؟ يعني حضرتك اشتغلت في الموضوع ده بقالك فتره كبيره جدا، فازاي نشتغل فيه او ازاي نتعامل؟ هو الموضوع ده ليه دروبات كتير، بس يعني اللي هو بدايته ان انت تكون عندك خبره في مجال الفاشن. وبعدين تبتدي ان انت بقى تعملي بيدج على الفيسبوك، وتبتدي ان انت تعرضي شغلك. مش اي حاجه تعرضيها طبعا، بينزل بالملايين. شغل اونلاين يعني ممكن يقول لك انا اطلب اوردر هيجي لي، مش اللي انا مختاره. فعلا بيخاف من الموضوع ده جدا. بيخافوا، بس في ريفيوهات بقى العملاء عندي على الصفحه. او عند يعني الحد الناجح بيبقى عنده ناس عامله له ريفيوهات على صفحته. فاهماني؟ فانا الناس بتشوف الحاجات دي بتطمن. وطبعا في الاول واجهت المشكله دي كتير، فانا كنت بطمن العميل ان حضرتك هيوصل لك شغلك، مش هتدفع اي فلوس، هتستلم حاجتك وهتفتحها وهتتاكد من البراند، تاكد من الخامه، تاكد من الكواليتي، تاكد من كل حاجه ان زي اللي انت طلبتها. بعد كده بتيجي تدفع.
يعني انا هنا عميل طبعا لما بيختار الحاجه بتروح توديها له يقول لك لا مش دي اللي انا مختارها او مش يعني دي ما حصلتش معايا. تمام. يعني ممكن 1% تمام، لكن في العادي الناس بتخاف. يعني انا لاحظت واحنا تعاملنا مع ناس، بصراحه تعاملنا مع ناس كنا بنطلب الاوردرات بنشوف الخامه مش هي دي الموجوده. لا خالص، ده ما بيحصلش عندي. انا ممكن مثلا عميلي يختلف في حاجات بسيطه قوي يقول لك لا انا تخيلتها بشكل تاني او مقاسها ممكن هو مثلا. دي النقطه اللي انا بتكلم فيها، يعني حضرتك ممكن تبدليها او طبعا عادي جدا. عادي جدا، لان انا واثقه في المنتج اللي بقدمه، واثقه ان هو مش العميل عمره ما هيرفضها، لان انا واثقه انا بعت له ايه، فمتاكده انا بعمل ايه، يعني مش ببعت حاجه عشوائيه. والموضوع ده عمل لي في الاول مشاكل كتير، ان انا اتحرفت من ناس كتير في البدايه، ان هو كان عايزين انزل منتجات مش كواليتي عالي وبسعر مثلا قليل جدا. فانا حاولت ان انا اكمل في نفس الفكره اللي انا مقتنعه بيها، ان جوده المنتج جوده المنتج اهم حاجه. تمام. فحاولت ان انا اوفر بين الاثنين، بين السعر وبين الجوده. فحاولت ان انا اوفر لهم حاجه وسطيه بين الاثنين، لحد ما قدرت اوصل لده بعد وقت ومجهود طبعا. بس انا ملاحظه ان البيج بتاع حضرتك بسم الله ما شاء الله فيه تفاعل كتير واعضاء كتير، لدرجه ان ده لفت نظري. قلتي يعني اكيد يعني كميه الاعضاء اللي موجوده ديت، يبقى صاحبه المؤسسه ديت يعني بتراعي ربنا في كل حاجه. الحمد لله. البيج بتاعتي يعني تعبت فيها كذا سنه على ما كبرت ووصلت للحجم ده، وهي مش بيج واحده، يعني انا عندي اكتر من بيج. تمام. يعني وفتحتهم تدريجيا، بيج في الثانيه في الثالثه، فلحد ما بقوا مجموعه. فاهمة قصدي؟ ايوه. استاذه مي، تنصحي ايه يعني تنصحي ايه للعميل لما يجي له المنتج؟ لما يجي له المنتج يعين الخامه، يتاكد من المقاس، ما يقولش انا شفتها لقيت خامتها كويسه فتمام خلاص. طب فكره المقاس دي يا دكتور مي، يعني في كتير جدا يعني بيختلف في المقاس، تجيب له الحاجه يقول لك لا مش مقاسي. طب ما لا، انا عندي المشكله دي ما بتحصلش غير بنسبه بسيطه جدا، لان انا عندي خبره في اللي انا ببعته، الوزن الطول. ببقى عارفه انا ببعت ايه للعميل. اوردر حضرتك بيوصل في خلال قد ايه؟ يعني في خلال 48 ساعه. احيانا في بعض المنتجات ممكن تتاخر شويه، مثلا 3 4 ايام، لان بتبقى براندات بتيجي من بره مصر. فطبيعي بيبقى حاجه غصب عني، بس العميل عارف ان الحاجه بتاعته جايه من بره مصر، فبينتظر. يعني فاهم هو عاوز ايه ومختار. بالظبط كده. فهو فاهم ان هو هينتظر شويه وقت، بس كتير بيبقى برده ما بقعدش اكتر من 24 ساعه او 48 ساعه. جميل. جميل. طب لو في حاجه مثلا انا حضرتك بعت لي منتج والمنتج دوت ما طلعش مقاسي، ممكن ارجعه لحضرتك وكده برده بنفس سعر التوصيل؟ بالظبط كده. لا بس هنا صراحه انت يعني بسم الله ما شاء الله يعني كويسه جدا في التعامل مع حضرتك. انا عملت شركات ثانيه ما بتبقاش عامله كده في الموضوع اساسا. اللي انا لما اقيس وادي يقول لك لا خلاص في مصاريف شحن ثانيه. انا ببص لاسمي في السوق، وبحاول ان انا يعني اتلاشى موضوع ان اصلا الاوردر يرجع، بحاول ان انا اوصل الاوردر زي ما هو مطلوب بالظبط، يعني بنفس كل المواصفات المطلوبه بحاول ان انا اوصل. ولو هيكون في حاجه مشكله بقول للعميل، ببلغه ده مش ممكن يكون ضيق على حضرتك او مش مناسب ليكي قوي، تقول لك لا تمام انا بحبه كده فتمام اختاريته كده. ومع ذلك لو حبت تستبدل انا ما بقولهاش لا برضه، يعني دي مصداقيه شركتي. دي مصداقيه كويسه جدا. معظم الشركات ما قابلناها ما بتعملش مع حضرتك. التواصل مع حضرتك ازاي؟ عن طريق البيدجات بتاعتي ورقم تليفون. تمام. رقم التليفون بتاعي في كنترول. تمام. البيدجات بتاعتي عندي توب فاشن، عندي ستار. تمام. ستار فاشن، وعندي وومن ستايل. تمام. وسيزون فاشن. حضرتك بتوصلي الاوردر لاي مكان؟ اي مكان في مصر. اي مكان. اي مكان. حتى يعني مثلا اسكندريه، حتى الصعيد من اول مصر الاخيره، حتى الصعيد. في يعني بنحاول نوفر حضرتك. معايا مناديب، معايا شركات كبيره. تمام. معايا شركات شحن كبيره بتعامل معاها. شركه سما للشحن بتعامل معاهم، شركه كويسه جدا. بيوصلوا لي الاوردر كويس جدا، بيبقى المناديب عندهم متعقمين، بيبقى في بينهم وبين العميل مسافه، فيعني الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. طيب انا عايزه اعرف حضرتك الجديد اللي حضرتك ممكن تعمليه الفتره دي، ايه هو الجديد؟ الفتره دي لاحظت ان هم الناس يعني خدوا ثقه جامده جدا في صفحتي، فانا بحاول ان انا اطور ان انا اوفر لهم كل حاجه في البيج. تمام. يعني انا عندي مثلا الفاشون ملابس، بدات ادخل لهم مثلا شويه العبايات، شويه لانجري، شويه هدخل الاكسسوار، او ابتدي ان انا اجمع لهم كل حاجه بيحتاجوها في باكج واحده. ده هيوفر معاهم طبعا في ان هم يطلبوا الاوردر من مكان واحد. تمام. وان هم بقوا يثقوا خلاص في صفحتي ومش عايزين يتعاملوا مع حد غيري.
اكيد كل حاجه متوفره فهيتعاملوا مع غيرها ليه؟ لا كمان هي اصلا يعني خلاص كمان العميل مش انت مريحاهم والعميل مش بياخد ثقه بسهوله في الاونلاين، فلما بيلاقي مكان فيه ثقه فخلاص ما بيحبش يسيبه. هو الاونلاين دلوقتي يا استاذه مي بقى هو اللي شغال دلوقتي على مستوى الجمهوريه بالظبط كده. كل حاجه دلوقتي هتصبح اونلاين، وفعلا ثبتت ان الفكره دي ممتازه في كل حاجه، ناجحه جدا. بتوفر كمان يا استاذه ايه، بتوفر كهرباء، بتوفر نور، بتوفر عمالة، بتوفر حاجات كتير كتير، بتوفر حاجات كتير. بتبقي قاعده في بيتك وبتشتغلي كل حاجه وبراحتك. بالظبط كده. مش محتاجه ان انت تنزلي، مش لا يعني بجد بامانه. حتى فيروس كورونا ده يعني برضو ليه ايجابيات في حاجه، هو ليه ايجابيات في حاجه، ان هو الناس بقى ما كانتش يعني، هو بالنسبه لنا احنا كنا شغالين اوريدي، الناس بقى اللي ما كانتش بتتعامل في الاونلاين بدات تتعامل أكيد. لما جه الفيروس فالمجال توسع اكتر، بدا ان هو يشتغل عليه اكتر. بدا يشتغل عليه، بدات الناس اللي هي ما كانتش اونلاين بدات تخش في الاونلاين وتتدرب عليه، بس هم اوريدي شغالين على ارض الواقع وعندهم خبره في المجال، بس توسعوا اكتر في الفتره ديت الاونلاين. وفعلا دي وسعت كل حاجه، دخلوا الاونلاين اللي ما وقفتش اللي وبدات تشتغل هو الاونلاين. الاونلاين بدا يشتغل كويس جدا، احسن ما تنزلي بالمحلات ومعاكي ولاد ومعاكي الناس اللي معاكي وناس كمان ممكن تكون مريضه مش قادره تنزل. بالظبط كده. فيعني بيقولوا التوصيل لحد بيه بالمنزل. وفعلا دي حقيقه الحمد لله. ايه النصيحه اللي تنصحيها للناس او تنصحيها لينا في ازمه كورونا؟ النصيحه اللي انا انصحها للناس يعني تقصدي لما يوصل لهم المنتج؟ لما يوصل المنتج لما يوصل المنتج، عشان في ناس بتتغش يعني. ايه النصيحه اللي بقول لك لا انا انزل اجيب الحاجه اللي هي معنى اصح انقي الحاجه على عيني انا؟ لا انا انصحهم ان هم يشتروا من مكان موثوق، وطبعا بيعرفوا ده من عدد البيج، من تفاعلها، من الكومنتات بتاعه الفانز اللي مشتركين في البيج بيبداوا يعرفوا المكان ده معروف. يعني انا لما بشتري حاجه بشوف الريفيوهات اللي العملاء عاملينها، بشوف الكومنتات، بشوف كميه التفاعل، بشوف الصفحه دي موثوقه ولا لا. طالما حققت اول خطوه هنا بتجرأ ان انا اشتري، فاهميني؟ النصيحه اللي انا انصح لهم بقى لما يوصل لهم الاوردر ان هم لازم يعاينوا يتاكدوا ان هم نفس البراند اللي طلبوه، نفس الخامه، نفس المقاس، عشان ما يرجعوش بعد كده يقولوا عشان ما يرجعوش بعد كده ان هم يخشوا في حته التبديل وكده. بس اوريدي احنا عاملين موضوع التبديل يعني، حتى رغم ان بس حلوه حكايه الوزن مع الطول يا استاذه ايه. مش اي حد بيعرف الموضوع دوت. لا هي دي انا بقى اللي بتعامل فيها. مفيش حد عمره قال لي طب وزنك ايه وطولك ايه؟ مستحيل. لا هو انا معايا بنات شغالين، معايا 5 بنات سيلز شغالين بصراحه، وقفوا جنبي كتير، فهم دول بيجيبوا لي بقول لهم يعني الاسس اللي ياخدوها من العميل، الاسم ورقم التليفون والعنوان والوزن والطول اهم من اي حاجه، ولو في اي دفاع معين هنا انا بعرف اقدرها لان انا بقالي سنين. فخلاص جميله جدا طبعا، جميله الموضوع ده. خدت على الموضوع ده لان خلاص خدت عليه. كام سنه يا استاذه مي؟ يعني بقالي يعتبر 5 سنين. 5 سنين في المجال ده تحديدا. ايه المشاكل بقى اللي واجهتك؟ اكيد في مشاكل، مش الحياه كلها صح؟ لا لا مفيش حاجه. اكيد في مشاكل واجهتك يعني، مش من اول ما فتحتي حضرتك المشروع دوت لقيتي كل حاجه سهله. استحاله. لا بالعكس، انا جه عليا وقت خسرت فيه، اتعرضت لخسائر بسبب ان انا يعني اتعاملت في منتجات كنت بجيبها ما كانتش بتطلع مثلا كويسه، كنتش برضه اسلمها للعملاء. انت اللي ما كنتيش بتقدري تسلميها للعملاء؟ ما كنتش كنت برفض اسلمها للعملاء. كان العميل يجي يقول لي انا عايز دي الله. وعجباني كنت اقول له لا الكواليتي بتاعها مش حلو، مش هقدر اطلعها لحضرتك. طب ده ونعم المصداقيه. ما بحبش اطلع حاجه انا كده بجد المصداقيه. فكان يقول لي بجد انا مبسوط بالتعامل معاكوا، انا مستنيكي تنزلي الحاجه الكويسه وتبعتيها لي هاخدها من غير ما افتحها، لان انا اديته ثقه. طبعا المشاكل اللي كانت واجهتني برضو موضوع اسعار المنتجات، ان الناس عايزه حاجات رخيصه جدا جدا وخامتها كويسه، وخامتها رديئه جدا يعني شعبي، وانا ما بعرفش اشتغل في الشعبي. ففضلت احاول ان انا اقاوم، وفضلت ان انا برضو على يعني على البلان اللي انا حطيتها موازاه ما بين ده وما بين ده. حطيت البلان بتاعتي ان انا اوصل لحاجه معينه، ولحد ما حققتها. حاليا ليا حجم عملاء كبير، الناس كانوا بيشتروا من بره مصر بطلوا يشتروا، بقوا يشتروا من عندي انا. يعني مش انا بقول لحضرتك انا لقيت كميه التفاعل عندك، فادخل على بادجات تانية مفيش. كتير جدا كتير جدا وفي منهم ما شاء الله اسكندريه سعيد، يعني مش كله في حته واحده كله. لا 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 خالص. فانا بحاول ان انا يعني اوصل لمصر كلها، ان انا اغطي المكان كله. والخساره بقى اللي حضرتك خسرتيها ديت قوتك ولا رجعتك؟ لا ما رجعتش. يعني انا عندي كل خساره وفيها تقويه يعني. يقول لك الضرب اللي بتوجعش في ناس لما بتتخبط مره او اتنين بتقع. انا بقى اتخبطت مرات كتير جدا، مش مره او اتنين. ومش في المجال ده بس، قبلها انا كان عندي صفحه فاشن واتقفلت. الصفحه دي كانت 5 مليون ما شاء الله. معقوله الصفحه دي؟ كنت صارفه عليها مبالغ مهوله جدا وفجاه اتقفلت من الفيسبوك. كانت ايه مشكلتها؟
ما كانش فيها اي مشكله خالص. هو الفيسبوك فجاه بدا يغلق في بعض الصفحات فقفل الصفحه. ايوه فتره كده جت عليه كان بيغلق كل الصفحات وخصوصا اللي فيها عضه كتير. لا ده كانت صفحه فاشن وموضه بتعرض ازياء ما كانش فيها اي سياسه ولا اي حاجه. لا ده في وقت من فتره من الاوقات كان بيقفل خصوصا اللي كان فيها اعضاء كبيره كان بيقفلها. لما تقولي 5 مليون الصفحه كانت 5 مليون كانت صفحه رقم 1 يعني طبعا. فكانت صفحه عاليه جدا كانت اسمها مجله موضه وكان بيجي لي فيها ناس فنانين وناس يعني معجبين بالحاجات اللي انا بالشغل بتاعك طبعا اكيد. فانا كانش بالنسبه لي هي شغل كان بالنسبه لي تسليه وكانت هوايه وحباها بس مع الوقت بدات لقيت الناس بتعملي كومنتات احنا عايزين نشتري ده احنا عايزين الحاجات دي فبدات تجيلي الفكره من هنا. جيلك اوردرات من جميع انا اصلا مش ببيع الحاجه دي اصلا فبدات ان انا بعد ما صفحاتي اتقفلت بدات ان انا بقى اعمل فكره صفحات بقى بس تجاريه زي الاعلانات المموله والحاجات دي كده. ايوه فبدات اعملها في الاول ما كانش عندي. هو مين شجعك او قال لك اشتغلي معانا ده الفكره جميله مكسبها جميل جدا؟ بس انا برضه شايفاها يعني مش مضمونه قوي. لا بصراحه هي انا حبيتها ودخلت فيها كده. هي ما حدش شجعني بس والدتي وقفت جنبي جامد جدا جدا سندتني جامد جدا يعني لولاها ما كنتش وصلت للمكان اللي انا فيها. كانت بتساعدني. أيوة الفكره بتاعتي مين اللي قال لك اشتغلي فيها دي جميله دي مكسبها جميل ذوقك حلو اختياراتك حلوه. بنت صاحبتي اسمها رودي ما شاء الله وبنت تانية اسمها ريهام فهم شجعوني في البدايه ان انا ابتدي الموضوع ده. يعني انا كان في دماغي الموضوع وفكرت فيه فكنت باخد رايهم فشجعوني جامد وبدات ان انا اخد الخطوه دي وانا كانت من جوايا حباها بس كنت قلقانه منها. بدات اخدها وبدات اتعرض لخسائر ودروبات بس بدات ان انا احاول اقوم واقف من جديد. ما عنديش بحب لما اطلع من حاجه اطلع منها بمزاجي واطلع منها كسبانه. ما بحبش اوقف حاجه او اطلع من حاجه خسرانه. حضرتك شخصيه عناديه لازم مقر حضرتك فين؟ مقري في عين شمس. في فروع اخرى ولا هو فقط؟ لا هو الفرع ده حاليا بس قريب ان شاء الله بقى هنوسع شويه ونفتح في مصر الجديده. طب العنوان عشان مشاهدينا لو يتواصلوا مع حضرتك. هو كده كده اوريدي هيتواصلوا بس العنوان في عين شمس عند النعيم محطه النعيم. محطه النعيم تمام. احنا شايفين طبعا على الترابيزه شغل ممتاز جدا. لو حضرتك تعرفينا انا شايفه حاجات بسم الله ما شاء الله. بصي طب امسكي كل منتج حضرتك تمام وشوروهولنا كده. دي بيجامه تركيه تمام. بصي عليها دي من اقوى البيجامات عندي يعني طبع دوت ولا طباع ماشي بقول مش يدوي. لا 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 ده مش يدوي بس ده يدوي بس ده واخده بالي ما يطلعش في لا 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 ممكن اوريها لحضرتك لو حابه. اتفضلي يا حبيبتي. ما بيطلعش خالص. بصي مهما انت تعمليه بصي لا تمام ما بيطلعش خالص. تمام يا حبيبتي. بصي وعليها الطباعه تركيه تمام يعني بسم الله ما شاء يعني الله. ان الحد لما بيشتري حاجه براند فيتاكد من التيكت المطبوع يتاكد ان الحاجه بتاعته فعلا هي اللي واصله له حقيقيه. طب نمسك دوت وبرده قدام حضرتك الكاميرا برده عشان مشاهدينا يتفرجوا عليها اكتر. دي عبايه من ضمن العبايات مصنع بيجيب خامات مستورده تقفيل هنا في مصر. تمام. التقفيل هنا جميل جدا. ماشي يعني بيجيبوا يقفلوا هنا يعني بس الخامه نفسها مستورده. تمام. ده بقى شغل يدوي. الشغل اللي ده يعلى عليه شغل يدوي بقى وبيعملوا شغل هاند ميد وكده يعني دي هاند ميد. الرينج الرينج في حدود 300 ويعني اغلى حاجه يعتبر ب 300 يعتبر حلو جدا. جميل. الشغل اليدوي بيبقى غالي جدا على فكره. الفكره يا هند التواصل لحد البيت فدي كفايه جدا. وباص دي نفس العبايه برضو. امسكيها حضرتك خليكي دي نفس العبايه بس دي بقى شغلها هاند ميد اهي. دي برضو من نفس المصنع. انا بحاول بقى زي شغل العرب فيها زي شغل العرب كده جميل شيك جدا شيك جدا. وانا لما بتعامل مع اماكن بحاول ان انا احدد الاماكن اللي اتعامل معاها وبنزل اراجع الحاجه بنفسي واتاكد منها. تمام. طبعا كل مكان وليه الستايل بتاعه المنتج بتاعه اللي بيختاره. بالظبط كده. بصي يا استاذه مي والله انا بشكر حضرتك قوي 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 صراحه. يعني الفقره بتاعت حضرتك ممتازه. ميرسي ليكي. اتمنى لحضرتك حلقات تانية واتمنى ان احنا نتعاون مع بعض ان شاء الله. اكيد ان شاء الله.
السادة المشاهدين ان شاء الله برضو يتعاونوا مع حضرتك وتواصلوا. طبعا بنتشرف بحضرتك. آية بشكر حضرتك جداً النهاردة. بشكر الفقره بتاعت حضرتك جدا يعني بسم الله ما شاء الله على حضرتك. تحبي تقولي حاجه يا استاذه؟ طبعا احنا طبعا حلقتنا ما خلصتش لسه، انتظرونا في الفقره الثانيه مع الدكتور احمد اخصائي نفسي، وانا اتكلم ازاي نتعامل مع الضغوطات النفسيه اللي بتواجهنا دايما. شكرا.